السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: تكريم 12 تلميذا فائزا بجائزة رئيس الجمهورية في مجال العلوم وسط حضور رسمي. ورشة نقاش بنواكشوط تبحث مشروع قانون موريتانيا الخاص بمحاربة العنف الممارس ضد النوع بمشاركة ناشطات حقوقيات. إحالة ملف مفوض الشرطة الإسلامية السابق بيغاوي بان سيطرة الجماعات المسلحة على الشمال إلى جنايات باماكو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. كرم بقصر المؤتمرات في نواكشوط الفائزون بجائزة رئيس الجمهورية في مجال العلوم الهادفة إلى تشجيع التلاميذ على الإبداع في المواد العلمية. وقد أشرف على المسابقة مجلس علمي يضم خبراء وأساتذة، وشارك فيها 4600 تلميذ، اختير 12 منهم كفائزين. إن تنظيم مسابقات الأولمبياد ورالي العلوم وإنشاء جائزة رئيس الجمهورية للعلوم ورعايتكم وحضوركم الفعلي لتسليم هذه الجائزة يأتي ترجمة عملية لتوجيهاتكم السامية، ويعطي دفعا قويا للرفع من مستوى تحصيل التلاميذ العلمي وخلق مناخ من التنافس الإيجابي، كما أنه تشجيع لتنمية الثقافة العلمية التي نسعى إلى ترسيخها من خلال ترقية تدريس العلوم ورسم وتنفيذ استراتيجية ستمكن من تفعيل وإصلاح نظام تنويع الشعب، إدخال التعليم التجريبي، إعادة كتابة البرامج العلمية، بناء المختبرات وتجهيزها بالمعدات اللازمة لإجراء كل التجارب العلمية، ضمانا لفتح منافذ عبور آمنة إلى التعليم المهني والتعليم الأكاديمي. ناقشت ورشة نظمت في نواكشوط مشروع القانون الخاص بمحاربة العنف الممارس ضد النوع المصادق عليه من طرف مجلس الشيوخ. تسعى الورشة إلى شرح مضامين مشروع القانون وإبراز إيجابياته وسلبياته فيما يتعلق بحقوق المرأة الموريتانية. ويثير مشروع قانون محاربة العنف ضد النوع جدلا في موريتانيا، وقد سحب من أمام الجمعية الوطنية، حيث اعتبر العديد من النواب أنه يتضمن مواد مخالفة للشريعة الإسلامية. مريود منها أن المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق المرأة على أنه يشوف مع هذا القانون، مشروع القانون اللي خاض النهارات على حقوق المرأة وموريتانيا ومحاربة العنف ضد المرأة، ونحن كاصرين له قدر من الأمور ندورون اليوم ونخرجوا ب كاننا اليوم نوخذوا نحن فورميلاسيون اخرى، معناها نعطوه نساعدوا على حال نحسنوا من 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 هذا المشروع القانون اللي على حقوق المراه اللي لا يقدم، احتمال كبير انه يقدم للبرلمان، ولا باط البرلمان كاع فات مجلس الشيوخ فات وافق عليه، ومازالت الجمعيه الوطنيه كان متوقف شوي عندها به اللي وحدين منهم قاع معارضين ويقولوا عنه قاع ضد حقوق انه قاع ضد الشريعه، وهو طبعا قاع ما في شيء ضد الشريعه، ونحن قاع ندوره يحسن يتقدم على حقوق الانسان اكثر من. دعا الناطق الرسمي باسم الحكومه الموريتانيه محمد الامين للشيخ الى عدم تسييس مشكل الطلاب الموريتانيين في الخارج. وأوضح للشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط التعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أوضح موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مشكل الطلاب. الطلاب قلتم عودوا طلعتوا على البيان اللي أصدرت وزارة التعليم العالي، اللي أصدر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الاتصال، ومنين تشوفوا حيثيات البيان تقدروا ترجعوا له. فيه اعلان ما فيه طالب تاخرت منحته، يعني الطلاب اللي يستحقوا المنح انهم ممنوحين، ربما يعود فيه بعض الطلاب ما كملوا هم اوراقهم اصلا ولذلك تاخرت منحهم، يا غير عقبوا كملوا ظاهر ان الدور تعود تصلهم، ولذلك انا ما انا عالمين بعض وزاره التعليم العالي وضحت هذه الملابسات، وباب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مفتوح،
ولا نعارم بي قضية معرقلة في هذا الجانب. يغير كيف تعرفوا على كل حال نحن بعد حريصين على أن منح الطلاب تصلهم، وحريصين مولي على أن الطلاب يخلعوا طلاب، ما في ياسر من الناس يدخل في هذه القضايا وتسيس، يدخلها بعض الناس اللي عندهم أهداف أخرى. لكن بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واضح في المسألة. يواصل عدد من الطلاب الموريتانيين بالجزائر اعتصامهم منذ أزيد من أسبوع احتجاجا على الملح، وقد دخل بعض المعتصمين في إضراب عن الطعام، وقد نقل أحدهم إلى المستشفى مغميا عليه. وتقول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كافة الطلاب الذين استوفوا الشروط المطلوبة حصلوا على منحهم الدراسية. يواصل رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثمان اتصالاته ومشاوراته لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة المرتقبة في غضون 10 أيام. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أقال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران وعين سعد الدين العثمان رئيسا جديدا لها. نتابع. يواصل رئيس الوزراء المغربي المكلف سعد الدين العثماني العمل على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة الائتلاف المقبلة التي يفترض أن تتشكل في مهلة 10 أيام وفق ما نقلت الصحف المغربية، وبعد 5 أيام من الاتفاق المبرم مع 5 أحزاب أخرى لتشكيل الغالبية الجديدة التي يفترض أن تنهي أزمة سياسية مستمرة منذ نحو 6 أشهر. قال العثماني الأربعاء إن الهيكلة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي: لم أطلب أسماء ولا حقائب من أي حزب، وبعد هذه المرحلة سأمر في القريب العاجل نحو تشكيل الحكومة بسرعة. ووعد بأن تكون حكومة مقلصة رغم أن وجود 6 أحزاب سيصعب الأمر حسب وصفه. وبعد أكثر من 5 أشهر على الجمود في المغرب، أدت المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي، وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة ليحل مكان عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تم إعفاؤه من مهمة تشكيل الحكومة. وسيضم الائتلاف الحكومي الجديد كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسب ما أعلن العثماني خلال مؤتمر صحفي أخير. وتقليديا لا تؤخذ التوجهات العقائدية للأحزاب في الاعتبار في المغرب عند تشكيل الحكومات أو التحالفات التي تعمل بإشراف الملك الذي يحتفظ بسلطة القرار في الخارجية والأمن والقطاعات الأساسية للاقتصاد. ويعتبر سعد الدين العثماني، وهو طبيب نفساني وباحث في الفقه الإسلامي، من مواليد منطقة سوس جنوب المملكة المغربية. ناقش مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماع الخميس بيانا حول تنظيم موسم الحج 1438 للهجرة. وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد لهل داود إن البيان تطرق لمرحلتي تحضير وتنفيذ عملية الحج والإجراءات التي اتخذت الوزارة بهذا الخصوص. قدمت بيانا أمام مجلس الوزراء يتعلق بتنظيم موسم حج 1438 للهجرة 2017 الميلاد. تطرق هذا البيان للإجراءات المتبعة والتي ستتبع بإذن الله تعالى في تنظيم الموسم هذا العام، حيث تطرق لمرحلتي التحضير والتنفيذ. فبالنسبة لمرحلة التحضير تم اتخاذ الإجراءات التالية: أولا، توقيع الإطار العام بين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي القاضي بتحديد عدد الحجاج الموريتانيين لهذا العام، وهذا الاتفاق يقع دوما ضمن اجتماع دوري يقع كل سنة بين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية والقطاعات المسؤولة عن تنظيم الحج لدى الدول الإسلامية، وهو دوما مناسبة لتقييم وتقديم الجانب السعودي لملاحظاته على تلك البعثة، ثم أيضا توصياته لها في العام المقبل بالإجراءات التي ينبغي أن تتخذ. صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماع الخميس على مشروع مرسوم حول مخالفات قانون السير يهدف إلى وضع إطار تنظيمي ضمن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق التي وضعتها البلاد عام 2012. وقال وزير تجهيز ونقل سيدنا علي محمد خونة إن مشروع المرسوم يسعى إلى تأمين السائقين والركاب وحماية الممتلكات العامة.
اعتمدت الحكومة سنة 2012 استراتيجية وطنية لسلامة الطرق. ذيك الاستراتيجية من ضمنها إنشاء مجلس وطني لسلامة الطرق يرأسه الوزير الأول، ولجنة وطنية لسلامة الطرق، ونشأت لجان جهوية لسلامة الطرق. والتفعيل هذه الاستراتيجية شارفين على ذا المحور اللي هو يبدأ بتوعية مستخدمي الطرق ومعاقبة مرتكبي المخالفات. ذا هو اللي في ذا الإطار عدنا ذا المرسوم. قواعد السير الطرقي تحدد الواجبات المترتبة على مستخدمي الطرق، وتسعى هذه القواعد في كل ظروف إلى السكينة العامة وسلامة وأمن السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة والمنقولة للمستخدمين. أطلق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا الدورة العادية 25 لمكتب تنفيذ في نواكشوط، وتستمر الدورة إلى غاية الاثنين القادم، حيث ينتظر أن يتم إكمال النقاط المدرجة على جدول الأعمال المصادق عليه من طرف المشاركين في الدورة. أحالت محكمة الاستئناف بمال ملف أليو مهامان توري مفوض الشرطة الإسلامية السابق في مدينة غاوا إلى محكمة الجنايات، ويتهم توري بارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال فترة سيطرة الجماعات المسلحة على الشمال المالي عام 2012. نتابع تفاصيل في سياق تقرير التالي. غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في باماكو تقرر توجيه ملف المفوض السابق للشرطة الإسلامية بمدينة غاوا أليو مهامان توري إلى محكمة الجنايات. ويتهم توري بارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال سيطرة الجماعات المسلحة على شمال مالي 2012-2013. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحاكم فيها منتسبا لجماعة جهادية في مالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين. ويتابع عضو حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أليو توري بتهم من بينها المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة والتعذيب والإصابات المتعمدة، وقد استمع في ملفه لعشرات الضحايا من المدنيين. وسيسمح ملف أليو مهامان توري للطرف المدني بالإدلاء بشهادته عن المعاناة والجرائم التي تعرض لها المدنيون كي تأخذ بها العدالة قبل إصدار حكمها النهائي على المتهم. وبالإضافة إلى تهم المساس بالأمن، فإن أليو توجه له تهم أخرى تتعلق بالعنف الجنسي والجسدي وبتر أطراف عدد من الضحايا. وقد دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن تؤخذ في الاعتبار طبيعة التهم الموجهة لأليو، وأن يحاكم بطريقة عادلة تضمن للضحايا الحصول على حقوقهم. وكان شمال مالي قد عرف خلال عام 2012 سيطرة جماعات مسلحة على أجزاء واسعة منه، ما تطلب تدخلا خارجيا لاستعادة البلاد سيطرتها على أراضيها. ورغم التحقيق الجزئي لذلك، إلا أن الجماعات المسلحة لا يزال لها حضور قوي نسبيا بشمال البلاد، وتثير القلق على حاضر ومستقبل الوضع الأمني في مالي. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها تكريم 12 تلميذا فائزا بجائزة رئيس الجمهورية في مجال العلوم وسط حضور رسمي كبير. ورشة نقاش بنواكشوط تبحث مشروع قانون موريتانيا الخاص بمحاربة العنف الممارس ضد النوع بمشاركة ناشطات حقوقيات. إحالة ملف مفوض الشرطة الإسلامية السابق بغاوا بان سيطرة الجماعة المسلحة على الشمال إلى جنايات باماكو. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع الفرانكوفونية في موريتانيا بين التأثير والتأثر. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله، أينما كنتم تحية لكم، السلام عليكم.